علينا نطلع تقرير تشيك على طول يا جميل ونرجع تاني بعد التقرير استنونا. انت عارف انا احترمك ليه؟ ليه؟ عشان لون الجزمه ازاي لون جزمتي. ايه؟ لون جزمتك زي لون جزمتي. اسمك ايه؟ اسمي كراس ان شاء الله. شنطتك هتختلف ازاي قبل الجواز عن بعد الجواز؟ اكيد في فرق طبعا. بص شنطتي اهي. يعني انت ماسكه الشنطه دي ليه؟ ده جراب الموبايل اكبر منها. قبل الجواز؟ قبل الجواز ميك اب. اكيد فيها ميك اب؟ ملقط. تفرغ. مص. بيبيليس. اكل بقى احنا جايبينه كده. ششوارك. فلوس. ده اكيد. يا محفظه كان في فلوس زمان. دلوقتي بعد الواد الليمت ده. لا ده معشتني على الاكل. ده ياكل بس. ما شاء الله. لا لا لا. ممكن المانيكير بقى والميك اب. الملقط فيها ميك اب. مشت شعري. مشت توك بقى البرفن. ميك اب بقى وكريمات ولوشن. ميك اب ايه وانت محتاج؟ اللهم صلي اللهم صلي. فيها محفظتي. البرفيوم ميك اب وايبس انجل. ايه فيها ايه؟ هانجل. هانجل ده دولار اللي هو لما ايديك لمؤاخذه بتتوسخ بتمسحها كده. برفانات وكريم للتان. ده قبل الجواز. بعد الجواز انزل بكذا شنطه. شنطه كبيره بقى وفيها حاجات للبيبي و كوافير. بامبرز. بامبرز. بامبرز العيال. بامبرز. بامبرز. بنطلون احتياطي. بنطلون واحد؟ ده بيعمل بيبي كتير على مرحله اليوم في كتير. ببرونه. ببرونه. بودره الاطفال. مرهم تسلخات. طب مرهم تسلخات ده تعملي بيه ايه؟ ما بعملش بيه حاجه. اقول لي انا جايبه عشان اوضب بيه الشقه بس. بتعمل بتوضب الشقه بكريمه تسلخات؟ لا ده ابويا. ببرونا. تيتينا. اكيد الميك اب ده اصلا مش هيكون موجود في الشنطه يعني. خلاص بقى هو في وقت. ما فيش طبعا. احط ميك اب لنفسي ولا اغير الواد؟ الواد. يعني هيبقى عندك البامبرز اللي هو فيه والبامبرز اللي هو نضيف. ايوه. هو شنطتك. لا مش جوه الشنطه. اكيد معايا شنطه بقى احطها في شنطه البيبي. بسكويت. البيبي. فيها البان بس. هي هيبقى فيها ايه وانت معاها موكوس انت؟ مراهم. مضاد حيوي. حبوب منع الحمل بالمره. طبعا مسكنات. الصيدليه اللي انت هتبقي ماسكاها دي. مسكنات. رافع ضغط وموطي ضغط. طبعا. سريلاك وعصير. حاجات كتير. نسيت الميه. طبعا. الميه وكاتل واللبن الباودر ده. لا حاجات كتير قوي. زي ما شفنا في التقرير ده ما شاء الله. بس اللي خدت بالي منه ان البنات بقوا فاهمين. يعني احنا قبل ما نتجوز زمان ما كناش فاهمين ان احنا هنتبهدل كده. انما دلوقتي البنات كلها فاهمه هي هتاخد ايه معاها. بتهيألي بكتر البهدله اللي شافوها خلاص ففهموا كويس قوي. وحياتك ومش فاهمين قوي دول. لا لا والله فاهمين. ده بتقول هاخد بامبرز وهاخد مش عارفه ايه وهاخد ايه. لا طبعا لا الواقع يعني الواقع مرير. اسوأ بكتير. فهم بيحكوا دلوقتي على الفيلم. لسه ما يجرب الواقع نفسه. هيبقى صعب. لسه ما يجرب. دلوقتي هنطلع لسؤال.